الموسم ده يعني في ألعاب الصالات تحديدا في النادي الأهلي شهد يعني حصد العديد من البطولات، وكان موسم فعلا استثنائي بعدد البطولات في الألعاب الجماعية والألعاب الفردية. هنتكلم في كل ده، بس خلينا في البداية نرحب بضيفنا العزيز أحمد رشاد الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك. صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وسعيد ان انا اكون معاكم لتاني مره. احنا اللي سعداء بوجودك معانا رشاد، ومتعشمين بقى نعرف منك كل التفاصيل المتعلقه بالموسم الاستثنائي ده على كل الاصعده فيما يتعلق بمساله العاب الصالات. خلينا نبتدي معاك برجال يد النادي الاهلي، موسم أكيد. استثنائي بالمعنى الحرفي، دوري وكاس وسوبر افريقي. اكيد طبعا هو موسم استثنائي زي ما حضرتك قلت يا استاذ كريم، وموسم تاريخي بالنسبه لي بصراحه وبالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. لكن عايز بس ابارك للنادي الاهلي تتويجه بطوله الدوري للمره 43، وان الدوري رجع بيته تاني. طبعا كره اليد رجال، يعني الفريق بدا موسم صعب وموسم قوي. كل جماهير النادي الاهلي كانت بتفكر وبتقول ان ممكن كره اليد عشان حصل طبعا ذبذبه او حصل تمام ايه تراجع في المستوى في بدايه الموسم، لكن الحمد لله قدر النادي الاهلي يقدم مستوى رائع، قدر يقدم مستوى قوي. دخل دوري وكاس رجال وسيدات. تمام زي حضرتك زي ما انت بتقول، النادي الاهلي دعم الفرقه، النادي الاهلي جه مدير فني جديد قدر ان هو يقعد مع اللعيبه، قدر ان هو يتكلم مع اللعيبه، قدر النادي الاهلي بعد موسم صعب وقوي ان هو يحقق الدوري ويحقق كاس مصر ويحقق السوبر الافريقي، وكان قادر ان هو يحقق البطوله الرابعه، لكن بقى عدم التوفيق ما خدناش البطوله. لكن الحمد لله النادي الاهلي تاهل لبطوله العالم للانديه. بصراحه موسم رائع لكره اليد، سواء كره اليد رجال او كره اليد سيدات اللي هنتكلم فيه. بصراحه النادي الاهلي بيعمل طفره كبيره جدا في النشاط الرياضي في الفتره الاخيره تحت قياده طبعا كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، بدعم من مجلس اداره النادي الاهلي اللي انا بشكره على التخطيط الرائع لكل الالعاب الجماعيه من بدايه الموسم. التألق يا رشاد دايما بيكون وراه قصة نجاح وتركيز وشغل على الأرض وغيره. خلينا برضو نقارن هذا الموسم الاستثنائي بالموسم اللي فات اللي هو لم يكن برضو يعني سيء أبدا، بالعكس في الأرقام، لكن الموسم ده مختلف. فإيه اللي حصل بقى؟ إيه الكواليس بقى اللي أنا عايز أعرفها منك، عايزين نعرف السادة دلوقتي المشاهدين اللي حصلت على الأرض عشان توصل لي النتائج المختلفة والمحترمة جدا اللي وصل لحد دلوقتي اللي وصل ليها النادي الأهلي؟ أكيد زي ما انا اتكلمت وقلت، التخطيط الناجح من مجلس اداره النادي الاهلي من بدايه الموسم كان النادي مجلس اداره النادي الاهلي مصمم ان هو يقدم موسم رائع في كل الالعاب، سواء في كره القدم او في الالعاب الجماعيه. بدا ان يحصل تدعيم لكل الفرق، بنشوف صفقات موجوده في النادي الاهلي، بنشوف مديرين فنيين على اعلى مستوى. الحاجة المهمة اللي أنا عايز أتكلم عليها أكتر إن إحنا بقينا بنشوف في النادي الأهلي زي ما بنشوف في أندية العالم. النادي الأهلي دلوقتي موجود فيه مواهب شابة، الاعتماد على المواهب الشابة، وده شيء مميز جدا للنادي الأهلي. شفنا طبعا مودي الجرحي في كرة السلة، في قطاع كرة السلة، وكرة السلة بصراحة بيحقق برضو موسم تاريخي سواء على مستوى الناشئين والناشئات ومستوى الفريق الأول. والاعتماد على المواهب الشابة دي إدى روح للنادي الأهلي، إدى إن إحنا بنشوف دلوقتي مواهب شابة موجودة. النادي الأهلي بيعتمد على ولاده في كل القطاعات، قطاعات الناشئين المختلفة. أكيد أكيد، وإن شاء الله بإذن الله اللي أنا عايز أقوله لكم برضو والحاجة المهمة جدا إن إحنا هنشوف الفترة اللي جاية برضو مواهب شابة تانية موجودة. يعني غادة حسام هنشوفها في قطاع اليد، نهلة سامح هنشوفها في كرة الطايرة، ونهلة سامح كانت لسه معتزلة ومن أساطير النادي الأهلي. هنشوف برضو عبد اللطيف عثمان في قطاع كرة الطايرة. فبصراحة النادي الأهلي ماشي بخطى ثابتة بنجاح. إن شاء الله بإذن الله هنشوف برضو موسم استثنائي الموسم اللي جاي زي الموسم اللي حصل الفترة الماضية.